فجيعة، والاسم القديم لحارة حسان بن ثابت بمديرية شعوب أمانة العاصمة. الحارة تعتبر اليوم من الأحياء النموذجية في العاصمة من حيث توفر الخدمات الأساسية لها مثل الكهرباء والماء وشق الطرق الداخلية والمجاري. الآن المتوفر لدينا في الحارة الحمد لله الماء والكهرباء والتلفون والمجاري والحمد لله رب العالمين. إلا والسائلة، جزء من السائلة قد وفرته أمانة العاصمة ولله الحمد لمخرج السيل، إلا أنه بقى وطاية السائلة، لأن الآن المواطنون يتوجهوا بالكنس أو القمامة إلى داخل السائلة. لكن السائلة التي تم شقها لتصريف مياه الأمطار والسيول أصبحت اليوم مكبة للقمامة ومخلفات البناء، والتي تشكل عائقا أمام تصريف السيول. هذا الأمر أصبح يهدد البيوت الموجودة إلى جوارها، إضافة إلى ما تسببه من أوبئة نتيجة تراكم كميات كبيرة حولتها إلى بيئة ملائمة لانتشار الأمراض خصوصا بين صغار السن. عملت مجرى للسيء، ولكن بعض الناس السيئين والناس الذي لا يفهموا كيف يعني يحافظوا على نظافة حارتهم أو على نظافة بلادهم، فقد يكون تكون هي أضرارها أكثر من فائدتها. يعني بترجع هذه السائلة إلى مرمال القمامات، إلى مرمال الوساخات، إلى الحيوانات الميتات، إلى أشياء كثيرة من ما يضر أكثر ما ينفع، وهذا بينعكس على صحة السكان العايشين في الحارة. السلطة المحلية بالأمانة وعدت أكثر من مرة بتغطية السائلة لكنها لم تفي بوعدها، مما يجعل المشكلة تتفاقم وتهدد الساكنين بمخاطر صحية وبيئية مختلفة، وضع دفع المواطنين إلى رفع أصواتهم ومطالبة الجهات المعنية بأمانة العاصمة بإيجاد حل عاجل لهذه المشكلة. وعدتنا أمانة العاصمة في ناس من الحارة تابعوا وعاق الحارة على أساس أنه يغطوها، فما تمش الكلام هذا، ولا حد الحين المشروع موقف، ما صلحوش. والله نطلب من أمانة العاصمة أن تنظر لهذا الموضوع بعين الرحمة للمواطنين، وأن المواطنين مضررين كثير من هذا الموضوع. نطلب من أمانة العاصمة أن تقوم بدورها، أي بعمل سقف للسائلة هذه أو عمل شبك أو أي حل، يعني ما يحافظ على السائلة أن تبقى نظيفة، لا يكون هناك إيش أن تبقى مرمى للقمامات وأن تستخدم للغرض الذي ليس عملت من أجله. يأمل المواطنون في الحي أن تصل رسالتهم إلى الجهة المعنية فتنهض لاستكمال مشروع السائلة حتى لا تتحول إلى مشكلة مزمنة.